طيب شيخ، يا صاحب الكبيرة مستحق لهذه البراءة، ألا يقطع ذلك حقوق المسلم على أخيه، حقوق المسلم العامة على أخيه؟ جميل، هذا سؤال جيد. نقول علماؤنا يقسمون الولاية، ولاية الموحد طبعا، يقسمونها إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هذه يستحقها كل موحد، كل من يؤمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فما دام موحدا فله ولاية عامة التي هي بمعنى حقوق عامة، فهو يعني حرمة الدم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه يستحقها، يصلى خلفه، يصلى عليه إذا مات، يدفن في مقابر المسلمين، يرث، يورث، إلى آخر ذلك، يعني يعاد إذا مرض، تشيع جنازته، تجاب دعوته، يتزوج من عنده. فهذه أحكام عامة يستحقها الموحد بمجرد توحيده، وهذه لا كلام فيها. نحن في هذا اللقاء نتكلم عن الولاية الخاصة التي تعني المصافاة وتعني المحبة في الله، وتقتضي الدعاء له بالرحمة الأخروية وبالمغفرة الأخروية بالمعنى الاصطلاحي. بهذا المعنى الخاص هي لا يستحقها كل أحد، وإنما يستحقها نوع خاص من الناس، وهو من ظهر لنا صلاحه واستقامته. أما من لم يظهر لنا صلاحته واستقامته فنتولاه بمعنى الولاية العامة، ولا نتولاه بالمعنى الخاص للولاية. طيب. وذلك لا يوجد أو لا يولد مشكلة، بل يحل مشكلة. يعني أنت تعامله بالحسنى، تلين له في الكلام، تأخذ وتعطي معه، تتعامل معه بالتجارة إلى آخره، لكن هنالك في القلب شيء يمنعك من تمام المصافاة، وهو ما تراه عليه من عدم استقامة على دين الله عز وجل. جميل شيخ. الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالله عز وجل جعلها ولاية عامة، كيف جعلتموها ولاية خاصة؟ لم نجعلها ولاية خاصة، فالذي جعلها ولاية عامة سبحانه هو الذي جعلها ولاية خاصة. وإنما نحن ننقل ما جاء في كتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فهؤلاء المؤمنون إنما كانوا بعضهم وليا لبعض، إنما هو بسبب ما هم عليه من طاعة لله ولرسوله، ومن إقامة للصلاة وإيتاء للزكاة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذه الاستقامة. فالآية بالعكس تؤكد ما نقوله، واضح؟ نعم. وكما قلت، المؤمن الموحد لا تقطع حقوقه، لا ينابذ، لا يهجر، وإنما له حقوق عظيمة وكثيرة، لكن هنالك نقطة واحدة يحرم منها، هذا الحرمان لمصلحته. عندما نحرم صاحب الكبيرة، عندما نحرم صاحب الكبيرة من الولاية الخاصة، إنما هو لكي ندفعه لأن يستقيم ليستحق الولاية الخاصة من المسلمين، فهو خير وصلاح له عندما نعمق النظر في مبدأ الولاية والبراءة.